الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين، سعيدة بلقياكم من جديد في وصفة جديدة في مطبخ كوتشينة مينا، اللي هي هذا الكعك التركي اللي كيجي هائل هائل في المذاق ديالو، اللي أنا كنعوضو بريوش، يعني كيجيني خفيف هشيش بحال الشكل ديال البريوش. واليوم قلت علاش لي ما نشاركوش معكم باش الفائدة تعم الجميع، ونتمنى الاعجاب ديالكم وجربوش جاتكم القناة كلشينا مينا باش يصلكم دائما الجديد. المهم هو هذا الكعك، هانتوما كيف ما كتشوفوا عاد كنستف فيه دابا، هذا كيجي هائل هائل البنات، والوصفة يعني من اليد ديال تركيا، يعني تركي حقيقي 100%. وهذا تمنينا الاعجاب ديالكم وجربوا، كيف ما قلت لكم تشجيعاتكم القناة كلشينا مينا مجام باش يوصلكم دائما الجديد. ولأول مرة كتزور القناة ديالي مرحبا بها، و 100,000 مرحبا بها، تبارطاجي مع الأهل والأحباب. شكرا لكم على المتابعة، فرجة ممتعة، منطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو وطريقة التحضير. غادي نحتاج لواحد نص كيلو ديال الفورص، غادي نحتاج لواحد 200 غرام، 200 مليلتر ديال الماء، و 100 ديال الحليب، 100 غرام ديال السنيدة، 100 مليلتر ديال الزيت، واحد الحبة ديال البيض، واحد المعلقة ديال الزبدة، واحد معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوى، واحد شوية الملح، واحد نص معلقة صغيرة ديال الخل، واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية. هادو هما المكونات ديالنا. كناخدو واحد السوبيرة وكنوضعو فيها الحليب، الحليب اللي دافي من قبل مسخن، وكنضيف له الخميرة الفورية والسنيدة، السنيدة كلها باش يلا كدوب لينا، عفوا السكر الأسمر اللي كنستعمل أنايا ممكن تعوضوه بالسنيدة، وكنخلي هاد المكونات يتفاعلوا مع بعضهم. من بعد ما تفاعلت عندنا الخميره مع السكر والحليب، كنضيف الزيت، زيت الزيتون اللي كنستعمل انايا، ممكن تعوضوه بزيت نباتيه الا بغيتو، وغادي نضيف الخل، وغادي نضيف الملح. هادو هما المكونات كلهم، وكنخلطهم مع بعض هكا. من بعد ما كنخلطهم مزيان، كنضيف دابا الحبه ديال البيض، ديال البيضه واحده هكا، وكنزيد مازال كنخلط مزيان. وهنا دابا من بعد ما خلطت معهم البيض مزيان، غادي نضيف الماء ديالي بهذا الشكل هذا، نحرك مزيان. دابا غادي نبدا نضيف الطحين مع الخميره ديال الحلوى ديالنا، وبيكن باودر كيف ما قلت لكم. دابا غادي نبداو نضيفو الطحين مع التحريك، وحنايا كنحركو هكا، غادي نضيف الخمارة كيف ما قلت لكم ديال الحلوى، هي دائما مع التحريك حتى كنجمعوا هاد العجين ديالنا، و تيصبح متماسك بشويه بشويه. مازال ما كملتش الطحين ديالي كله، باش نقطع الفيديو غادي نخليه باش غتشوفوا الكميه ديال الطحين اللي هز كلها، وغتشوفوا العجين كيفاش جا، نتوما شفتوا دا كيتماسك، ولكن باقي عندي الطحين لان ما خصوش يجي هكا جاري بزاف. غادي نكمل الطحين كله نص كيلو وكنجمعوا الزبده، كنخليها هي الاخر حتى تنجمعو مزيان
عاد كندير الزبده. انتما شفتوا دابا كيفاش كيصبح؟ تيصبح عندي العجين تماسك بهذا الشكل هذا. هكا يعني عجين ممكن تحكموه بايديكم. شفتوا العجين كيفاش كيصبح هكا. دابا غادي نزيد ندلكها مزيان وغادي نخليها ترتاح واحد شويه. من بعد ما جمعتها مزيان كيف ما كتشوفوا دلكتها واحد شويه بيديا. دابا غادي ندير ليها الزبده في الحاله حتى تجمع شويه عندي، عاد كنضيف الزبده وكندلكها دابا بالزبده. هكا غادي ندخل فيها كاع الزبده مزيان هكا. الزبده تكون دغيا ساهله دوبان وكنحاولوا ندلكوها مزيان، ندخلوا فيها الزبده باش كتملاس عندنا العجينه من برا وكترطاب مزيان وكتكون لينه بزاف تجي شيشه. هنا العجين ديالي من بعد ما دلكتو مزيان هانتوما كيف ما كتشوفوا ولا لين كيصبح بهذا الشكل هذا في العجانه ماشي بايديا، هانتوما كيطبطق بوحديتو صافي. دابا غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها حتى تخمر، عاد غادي نشكلوها ان شاء الله. دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله ما تخمر. بالنسبه للتزيين ديال الكعك ديالنا غادي نحتاج الجنجلان اللي نقيته مزيان، ها هو مغسول منقي، واحد البيضه، البيضه اللي غادي ندربها دابا هكا جوج د البيضه، وغادي ندير مع هاد البيضه واحد شويه ديال القهوه، القهوه اللي عاديه غليتها اللي كنشربو بارده ما سخوناش بطبيعه الحال باش ما تفصلش الغيض، وغادي نطربها مزيان. ممكن ديروا القهوه سريعه الذوبان، انا ما كتعجبنيش هذيك، هذه متوفره عندي درتها هانتوما، ضروري القهوه اما هذيك سريعه الذوبان اولا هذه اللي درت انا في هذه الطريقه. هذه انا شفت السيده اللي قلت لكم عطاتني الوصفه دارت هذه القهوه هذه، دونك انا دابا ملي درت الوصفه كلها بحالها بغيت ندير كلشي بحالها باش نشوف كيفاش غادي يصلح. شفتوا كيولي بهذا اللون معروف هكا، قلت نشوف الا خاصني عاود غادي نزيد وحده اخرى من بعد نبدا بوحده وغادي نشوف من بعد الا قداتني هذه مزيان، الا ما قداتنيش غادي نزيد وحده بنفس الطريقه. وكنبداو دابا في الخدمه ديال الكعك ديالنا، ها هو من بعد ما خمر نوريه لكم. نتوما شفتوا الخمار كيصبح بهذا الشكل هذا، خمار مزيان. دابا بقى لينا الا غادي نشكلوه، كناخذو كويرات كنديرو منو كويرات صغيورين، وعلاش نكبروهم؟ لان غادي نحتاجو جوجات ماشي غير وحده، غادي نديرهم بهذا الحجم هذا. الا بغيتو تعبروهم غادي تكون فيهم ديك 15 غرام يعني ماكسيمو لا اكثر هكا صغيورين، وغادي نبدا نديرهم بهذا الشكل هذا حتى نكمل الكويرات ديالي. اللي بغى تعبر كيف ما قلت لكم بغات تجيبهم مقادين تعبرهم، انايا كنعبر بعيني ميزاني كنجيب داكشي مقاد يعني هكا بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما كملت كلشي الكويرات ديالي شكلتهم كيصبحوا بهذا الشكل، عطاتني 8 و 8 16 24 20 كويره، يعني غادي تعطيني 10 ديال الكعك 20 كويره، لان كل كعك تندير فيه جوج ديال الكويرات. غادي نبداو على بركه الله، كنبدا بهاد الاولانيين هادو نطرف هذا والثاني هانتوما، تناخذوا العجين تنبسطوها بهذا الشكل هذا هكا ساهله. من بعد ما ارتاحت كتجينا ساهله في الخدمه، وكنبسط الاخرى حتى هي بنفس الطريقه هكا. تحاولوا نديروهم مقادين ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره، اللي درتها كبيره مع كتلقيهم اوكي يمشيو. وكنشدوهم دابا من هنا من هاد الراس ديالهم وكنزديوهم من هاد الجهه هذه بهذا الشكل هذه هكا
كما كتشوفوا كنزديع هكا وكنهزها من هذا الراس اللي مزدي وكندير ليها هكا، يعني ساهله هكا بهذا الشكل هذا صافي. وتنجي لهنا وتنزديها، تنضغط عليهم من هنا باش كيتزدا وكتصبح بهذا الشكل هذا اسفنجيه. نعاود واحده اخرى وعاد غادي ندير لهم هذاك الجنجلان مع هذاك البيض والقهوه. ساهل يعني الطريقه ديالي ساهل، ولكن المذاق ديالو راه رائع صدقوني البنات، رائع بزاف ماشي غير شويه. لان انا فين كليت هذا الكعك اول مره كليته في المطار في السعوديه، كنا مشينا للسعوديه وانا والوالده والاخت ديالي، وفي الصباح بكري مع 6 ديال الصباح جاني الجوع وباقي كنستناو في الطياره ومكانش غادي ناكل، ماش ناكل ما عنديش انا مع بريوش، قلت غادي نمشي نشري شي حاجه. ملي مشيت لقيت غا هذا اللي كاين عندهم، ما عرفتوش شنو هو، انا غير الشكل ديالو داني، غير الشكل ديالو هو اللي خلاني نشريه، عجبني داك المنظر ديالو وشريته. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي هكا، هذاك الشكل ديالو ملي عجبني شريته. ملي شريته شريت 3، قلت نشري وحده للاخت ديالي وحده للوالده، شريت 3 في واحد عطاهم ليا في واحد الخنيشه ديال الكارطه. ملي مشيت لقيتهم ناعسين، خليتهم ناعسين، جيت لقيتهم مازالين ناعسين، وانا كليت وحده ديالي وبقيت كن عجبتني وانا ناكل الاخرى، عجبتني حتى هي صافي، وانا ناكلهم بثلاثه وهما ناعسين قلت خليهم حتى يفيقوا نمشي نشري لهم اخرين. عجبني بزاف ماشي غير شويه، داك النهار وليت كليت 3، عاد من بعد شريت لهم جوجات اخرين هما كلاوهم، ومن تما ما عرفتوش انا، ما عرفتش اسمه، ما عرفت حتى شي حاجه عليه. المهم اللي جيت لايطاليا كنعرف واحد التركي صاحب راجلي بزاف، وانا بقيت كنشرح ليه، هو قال لي اش غادي ندي عندك للدار عند مدام وهي اللي غتشرح لك. ملي داني عندها صافي هي تعرفه، بديت نقول ليها بالجنجلان وبالقهوه بسميتو ملوي هكا وداكشي، وهي تقول لي راه هذاك الكعك ديالنا صافي. وانا قلت لها والو غادي تصايبيه ليا، قالت لي واخا غادي نصايبو في الدار، بغي نصايبو نعيط لك. وفعلا ملي بغات تصايبو هي تعيط ليا وهي توريني الطريقه. وهنا صافي كيف ما قلت لكم، من بعد ما هنا عندي القهوه وهنا الجنجلان صافي، دابا من بعد ما وجدو كنوضعهم هنا بهذه الطريقه هذه هكا، وكنزيد نوضعو في الجنجلان مفزق من التحت ومن الفوق ماشي غير من جهه واحده، ضروري هذه العمليه. قالت لي راه كاين اللي كيديروا غير من جهه واحده، ولكن هو الاوريجينال ديالهم، قالت لي خصو يكون فيه من الفوق ومن التحت الجنجلان، يعني من جوج جوايه. هانتوما كيف ما كتشوفوا واخا كيهز شويه ديال الجنجلان، ولكن معليش كيتكال، جنجلان زوين صحي اوميغا 3 ماشي مشكل. ها هو صافي، وكنوضعهم دابا في الطاوه بهذا الشكل هذا. هانتوما شفتوا كيف كتبان، كيبانوا زويونين مزال. ملي غادي نخليهم على بال ما نكمل كيخمارو كيتنفخوا وكيعطيو واحد المنظر اخر زوين بزاف. وكندير الاخرى حتى هي، غادي ندير معكم الاخرى حتى هي بنفس العمليه. حاولوا تسدوهم مزيان من هنا باش ما يتحلوش معكم هكا صافي. كنوضعوه هنا كيف ما قلت لكم، كنهزوه من هنا وكنوضعوه هنا في الجنجلان، ما تخافوش منه ما غادي يوقع له حتى شي حاجه، يعني عجينه عاديه واخا تعواج هنا ولا شي حاجه، ترتبوها نتوما من بعد بيدكم كيف ما بغيتوا. ها نتوما شفتوا هكا، خافوش منه هكا صافي. هي هادي، وكنستمر بنفس العمليه حتى نكمل كل شيء الكعك ديالي بهذه الطريقه هادي. من بعد ما كملت الكعك ديالي كله في التشكيل ها هو كيف ما كتشوفوا هكا، دابا ما بقى لينا الا غادي ندخلوه الفرن مسخن من قبل انتوما على درجه حراره 200، ما يكونش الفرن سخون بزاف بالطريقه هذه صافي. وغادي نخليه حتى يطيب ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. واخيرا هذا هو الشكل النهائي ديال الكعك ديالي من بعد ما خرجتهم من الفرن. شفتوا كي كيجي، كيجي مقرمش من الفوق، كيجي رطب من الداخل، كيجي هائل هائل. كيف ما قلت لكم انا هذا كنعوضو بريوش، اللي بريوش فيها بزاف الزبده وما عنديش معها في الزبده، كناكلو يا اما في الفطور ولا في الكوتي ولا فين ما جاني الجوع كناكلو لانه حلو. ممكن بغيتو ديروه مالح ديروه بنفس الطريقه، ما ديروش السكر،
تخليو غير الملح حتى هو كيجي بنين وزوين، ولكن انا كنفضل هذا، كيعجبني شويه الحلاوه في الكوتي اولا في الفطور. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه كيف ما قلت لكم، تشجيعاتكم القناة، كلشي نمينا بجام. ما تنسوا الجميل عجبكم الفيديو، هانتوما شوفوا من الداخل ديالو كيفاش كيجي. وشكر خاص للاخوان والاخوات اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي، بغيت نشكرهم جزيل الشكر بزاف 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 على الدعم ديالهم. والى اللقاء.